مشاهدينا المتابعين على قناه سابقه نشوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم. عدنا بث جديد ومباشر من قلب سوق جمله بمدينه المحمديه كما كتلاحظوا معنا عبر المباشر. الجوده العاليه ديال الليمون، ولكن كيف ما قلنا الثمن يعني غالي على المقدور على القدره الشرائيه ديال المواطنين. واصل الثمن ديال الليمون 170 درهم للصندوق، يعني تقريبا 30 كيلو، ثمن 7 دراهم للكيلو. وهذا الشيء كما قلنا قاصح شويه على المواطن. الناس تعودوا في هذه الظرفيه انهم ياخذوا الليمون مثلا باربعه دراهم، ولا طلع ياخذوا بخمسه دراهم. الان الثمن ديالو يعني واصل كما قلنا مشاهدينا ومتابعينا لسبعه دراهم الكيلو، يعني ديال النواحي ديال برك ديال بركان ديال اكادير، ديال الليمون ديال اكادير كيتواجد باسواق الجمله ديال مدينه المحمديه كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا على قناه شوف تيفي. الجوده العاليه اكيد ديال الليمون واجد، ولكن كيف ما قلنا غالي بزاف. الاسباب كما كيقولوا بعض البيع والشراية كيقولوا يعني الشجره ما والداش بزاف، وفي نفس الوقت المياه لعبت الدور، ان المياه كانت قليله هذا العام هذا، وداك الشيء اللي تسبب ان الليمون يكون قليل وفي نفس الوقت يكون غالي. كما قلنا مشاهدينا ومتابعينا الناس ولفوا انهم ياخذوا الليمون يعني بثمن اللي جد منخفض، يعني كما قلنا 4 دراهم حتى 5 دراهم الان كيتواجد بسوق الجمله باكثر من 6 دراهم، اللي واصل كما قلنا الثمن ديالو ل 7 دراهم، ويقدر يولي حتى 8 دراهم ولا 9 دراهم في الايام المقبله. الماندالين كذلك واصل الثمن ديالو ل 10 دراهم، الفريز واصل الثمن ديالو ايضا ل 115 درهم، يعني والثمن طالع بزاف مشاهدينا ومتابعينا. وكما كتلاحظوا معنا عبر المباشر ديال قناه الشعب قناه شوف تيفي، الليمون كما قلنا واجد السوق ديال الجمله، ولكن الثمن ديالو طالع. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، غنمشيو جهه اخرى باش نوري لكم الجوده ديال الليمون. شاهدوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، هذا سوق الجمله بمدينه المحمديه للفواكه. كما قلنا الليمون واصل الثمن ديالو 170 درهم الصندوق، يعني أثمنة غالية على المواطنين. كيفاش غيتباع ب 170 درهم؟ وكيفاش غيتباع بالسقاطة؟ يعني السقاطة أكيد يقدر يتباع ب 7 دراهم، يقدر يتباع ب 8 دراهم، غير هنا في الجملة كيتباع ب 7 دراهم للكيلو. يعني ملي غتمشي تاخذوا مثلا سقاطة من عند التجار يعني اللي كيبيعوا في الحوانات ولا بالكراراس، يعني غتولي خايدوا ب 8 دراهم ولا 9 دراهم. يعني صعيب شوية على المواطن أنه ياخذ ليمون بهذا الثمن هذا. ما نقروش باللي الجودة العالية كاينه ديال الليمون، ولكن كما قلنا الثمن راه باهظ على 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 المواطنين. ما يمكنش الليمون الناس اللي كيبغوا، اكيد الاغلبيه ديال الناس كيمشيو لهاد النوعيه ديال الفواكه اللي هي الليمون، اللي كيفضلوه على عده فواكه اللي كيكونوا فيها اكيد فيتامينات كثيره في الليمون. واللي قلنا كما قلنا مشاهدينا ومتابعينا واصل الثمن ديالها ل 170 درهم، يعني ثمن الجمله 7 دراهم، غير في الجمله كيتباع ب 7 دراهم للكيلو. اما في الاسواق، اما في المحلات ولا العربات المجروره، راه اكيد غتلقى ثمن اكثر، يعني 8 دراهم ولا 9 دراهم. وهذا الشيء راه ماشي في المقدوره ديال المواطنين. نتمنوا كذلك الليمون يطيح الثمن ديالو، الماندالين حتى هو يطيح الثمن ديالو، كيتباع ب 10 دراهم نتمنوا يتباع ب 6 دراهم ولا 7 دراهم. والفريز كذلك واصل الثمن ديالو ديال الغد ديال القنيطره، واصل الثمن ديالو 150 درهم. الفريز واصل الثمن ديالو 150 درهم، يعني الفواكه اللي الناس تعودوا انهم ياكلوهم باثمنه رخيصه الان في السوق طالع الثمن ديالهم. البنان 10 دراهم، التفاح 20 درهم ديال البلاد، يعني جميع تقريبا الفواكه يعني طالع الثمن ديالها. كما قلنا المندالين راه واصل الثمن ديالو ل 10 دراهم، يعني صعيب ان الانسان ياخذ المندالين ب 10 دراهم، وصعيب ان الانسان ياخذ الفريز ب 15 درهم. الفريز ديال الغرب واصل الثمن ديالو 15 درهم،
يعني قاصح للمواطنين. نتمنوا خير، نتمنوا ان في الايام المقبله كذلك الفواكه طيح الثمن ديالها. البعويد حتى هو غالي، ما واجد ديال البلد ولكن كاين ديال البرتغال، ولكن غالي شويه في الثمن، اكثر من 20 درهم كيتباع في الاسواق المغربيه. اما بالنسبه للتفاح، يعني التفاح باش وصل الثمن ديالو ل 20 درهم، حنا كما قلنا على ابواب رمضان الانسان كيبغي يدير العصير في الدار ديالو بالبنان ولا التفاح، ولا كيبغي يدير العصير ديال الليمون، ولا مثلا العصير ديال الفريز. يعني ملي كتولي تشري الليمون غتشريه مثلا ب 9 درهم ولا 8 درهم، وغتشري البنان ب 10 درهم، وغتشري التفاح ب 20 درهم، بشحال غيطلع لك هذا العصير؟ ب 50 درهم ولا ب 70 درهم؟ راه بزاف. نتمنوا الاثمنه دي كذلك ديال الفواكه ان نخافض في الايام المقبله وتكون حسب القدره الشرائيه للمواطنين. الى هنا مشاهدينا ومتابعينا نكتفي بهذا القدر، ولن يقع فيما بعد، والسلام عليكم.